طالما بقى خلصنا الداليبس والفلات فود يبقى نقول اخر واحده فيهم اللي هي البسكيفس. البسكيفس هي ايه؟ عكس الفلات فود. هاي ارش. الله. يعني ايه؟ يعني زي الداليبس؟ زي الداليبس؟ ايه الفرق بين البسكيفس والداليبس؟ البسكيفس فيها كويس. لا على مكان بدايه القرش ارتفاع القرش فين يعني في البيسكيفس غالبا بيبقى بعد النافيكولر لكن في التاليبس لو انت سبت عيل عنده تاليبس ما عالجتوش هيمشي ازاي؟ هيمشي على لاتر القرش تمام لو العيان بتاع البيسكيفس ماشي على ايه؟ يمشي على الميديا القرش لا على اللاتر القرش بس ايه بقى الفرق بينهم بقى؟ ليه؟ الاثنين عندهم ادكشن. انت ادكشن فور فود. الاثنين عندهم ادكشن. واحد بيمشي تقريبا على اللاترال واحد بيمشي عندهم فيروس هاند فود. مشكلة نيورولوجيكال. وعندهم كيفس. لا انت بتتكلم على الباثولوجي ده موضوع تاني اسباب. لكن ايه الفرق ما بين البسكيفس وبين التالي بس؟ هو ده بلانتر لاترال والتاني دورز اللاترال. يعني هو ايه التيست بتاع البسكيفس؟ اسمه ايه؟ كولمان تيست بلوك تيست ان انت بتخلي العيان يقف على حاجه تلاقي رجله اتعدلت طالما مصباعه الكبير ايه بره مش كده يبقى الفيرست ري مشكلته ايه في البيسكيفس انه في بلانتر فليكشن تمام فبالتالي بس مش هو لوحده بقى مش زي التالي بس لا انت كل الفور فوت في برونيشن فبالتالي التالي بس عنده ادكشن وسوباينيشن في الفور فوت لكن البسكيفس عنده ادكشن وبرونيشن في الفور فوت هو ده الفرق ما بين البسكيفس وبين التالبس تمام فهو الفرق الوحيد هو ان الفور فوت في واحده سوباينيتد اللي هو التالبس واحده برونيتد وعشان كده ما قلت لك لو سبت بتاع التالبس فتره طويله ايه اللي بيحصل له بيقلب بسكيفس لان هو ماشي كده بعد شوية هو عايز يعرف يمشي عدل فشوية الفيرست راي تلاقيه نزل في بلانتر فليكشن عشان يعرف يمشي عليه فلو تساب ليه انه يمشي بقى على طول في منهم بيفضل ماشي على سيفه وفي سوباينيشن بس في منهم بيروح نزل الفيرست راي تمام؟ طيب ايه اسباب البسكيفس؟ ايه الموست كومن كوز للبسكيفس في بلدنا في مصر؟ ده ليه؟ لا طبعا شرط ما يزيد ذا كومن بس ايه اللي موست كومن ودي حاجه على فكره انتوا بتشوفوها كتير جدا 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 لا مش بولي ومش دروب فود طبعا كل الحاجات دي اسباب بس اكتر سبب مايلد كومبارتمنت سيندروم واحد جالك بفراكشر تيبيا جبسته او عملت له نيل وعنده مايلد كومبارتمنت سيندروم وعدت منك العيان دوت بيحصل ان اللونج فليكسورز تقصر سنه نتيجه الكومبارتمنت سيندروم بيحصل فايبروزس فيجي لك بعد شويه يقول لك حضرتك هتسيبها تسلم ايديك بس انا لسه بعرض وتبص على رجله تلاقي عنده بسكيفس فخلوا بالكم الحكايه دي المايلد كومبارتمنت سيندروم هي اكتر حاجه بتبقى مست عندنا هنا اهوت في مصر وعيان كتير جدا بيجوا لي بمشكله البسكيفس دي لو بسكيفس بوست تروماتيك نتيجه مايلد كومبارتمنت سيندروم طبعا السيفير كومبارتمنت سيندروم بتبقى واضحه يعني في ناس بتطلقت فيها انما انا بتكلم على اللي بيعدي مننا فنخلي بالنا مين الحكايه دي طيب المايل ده عالجه ازاي يا فندم عالجه ازاي المايل كومبارتمنت بص طبعا ممكن تعمل فاشيوتومي لو عايز لكن التكنيك اللي هي بصراحه لقيناها ان هي افكتيف رغم ان مفيش عليها ايفيدنس بيست بس هو اللي قالها دكتور هاني حفني وعجبتني جدا وجربناها لقيناها افكتيف فوت مساج سواء بقى فوت بامب او تخلي اهل العيان يدلكوا الفوت الموضوع ده تقريبا بيخفي الكومبارتمنت سندروم ليه انا ما اعرفش هو حسب الثيوري اللي هو بيقولها ان ديت بتحافظ على البيتنسي بتاع الفينس سيستم فتلاقي ان الدنيا بتمشي فلو انت شاكك وفي مايلد جرب الاول موضوع الفوت مساج ما تحسنش اعمل فاشيوتومي بس والنبي اما تعمل فاشيوتومي ما تسيبش الجلد مفتوح يعني ما دايما اللي يعمل فاشيوتوم يقفل الجلد خلاص سواء يقفله في ساعتها او يقفله بعدها بيوم انما هسيبه واعمله سكين جرافت بعد كده انت كده بتشخر العيان بتبهدله صحيح
فيعني ياما الواحد بيشوف بلاوي من حكايه الجرح اللي اتساب مفتوح واتعمل سكين جرافت بعد كده. كان المفروض الموضوع تعدي ابسط من كده بكتير. ماشي اللي ريز باي سسبشن عادي نفس علامات الكومبارتمنت بينفول دورسي فليكشن، تعمل باسيف اكستنشن للتوز هتلاقي بين سيفير. يعني دايما تبعد عن مكان الكسر وتحرك الفوت هتلاقي علامات. يعني هنجيلها في التروما هذا كومبارتمنت في الليك. ايوه في الليك مش في الفوت، مش في الفوت، لان هي مشكله البسكيفس اصلا ان بيبقى في ديسكريبنسي ما بين اللونج تندونز والشورت تندونز. زي في الهاند الكلو هاند نفس الحدوته، هو الشارب ميري توث ده ايه مشكلته؟ اللونج تندونز واللونج ماسلز اصرت لكن الفوت ماسلز لسه سليمه زي ما هي. فالديسكريبنسي ده يروح عامل لك الكلوينج بتاع التوز والارش اللي عامل كده. طيب ايه بقى اللي هنعمله كعمليه للعيان بتاع البسكيفس؟ يا اوستيوتومي يا اما سوفت تشو. يا اوستيوتومي يا سوفت تشو بس هو ده. يبقى سيبك من حكايه الايه؟ الفيوجن عشان خاطري. ماشي يعني الفيوجن هتعملك شكل الرجل حلو، هديك فانكشن وحشه جدا. ماشي فطبعا في بيبر دي نشرناها خلاص على البوستر ميديا ريليز في البسكيفس. بخش بعمل له بوستر ميديا ريليز لان زي ما قلت لك انا عندي التاليبس هي زي البسكيفس ما عدا البرونيشن، وعندي الاكسس اوف روتيشن برده بتاعي هو الهيد اوف ذا تيلس. فانا بفك التيشوز وافضل ماشي جوينت جوينت لغايه ما اقدر اجيب فول كوركشن. في بعض الناس بلاقي ان العيانين دول اخاف ان يحصل لهم ريكرنس، بروح واخد تيبيالس بوستيريور اروح ناقلها لاترال فاضمن ان العيان ده مش هيرجع لي تاني في كيفس، هيفضل في الايفرشن بتاعه الفوت. ماشي ميك سنس. ما محتاجش اصلح البرونيشن يعني بتقول بعمل بوستر ميديا ريليز. ما انت البرونيشن هتصلحه، اطلع فك النافيكيو يونيفور تمام وفك الكيونو متاتارسل. انت البوستر ميديا ريليز اللي بنعمله بيبقى على كارت، يعني مفيش حاجه اسمها ان كل البوستر ميديا ريليز بطول كل حاجه، لا في عيانين ممكن محتاجش اطول التندو اكيلس اصلا، في عيانين ممكن اسيب الفليكسور هالوسيس. يعني انت بتشوف ايه اللي انت بتفضل ماشي خطوه خطوه وتقعد تفك لغايه ما الفوت تتفك معاك. اهم حاجه في اخر العمليه الاقي كده علاقه العظم ببعضه مظبوطه، ان التيلس جاي على النافيكولار جاي على الكينيفورم جاي على الفيرست ميتارسس وعلاقتهم بالكالكينيوس مظبوطه. ده اللي انا بعمله ومعانا ريزلتس رائعه، وخاصه بقى ان النيورولوجيك اصلا انت لما بتعمله فيوجن انت بتصعب مشيه اكتر مش بتسهله صح؟ فبالتالي انت محتاج تسيب الجوينتس ديت موبايل مش تحولها لستيف. بس كيف بس اللي حصل نتيجه الكومبارتمنت عندي؟ ناس الحدوته بوستر ميديا ريليز بعمله بوستر ميديا ريليز. وعندنا مجموعه كبيره من اللي هم البوست تروماتيك دول، يعني اكبر مما تتخيل. يعني هو بس الناس عشان في بلدنا ناس طيبين، فايه الراجل يعني ايه بيبقى يعني سعيد انه يا الحمد لله بس رجلنا الدكتور نجدها يعني ما اتقطعتش، عارف انت يعني، فيعني بيبقى متقبل الموضوع ده. لكن بعد شويه بالذات الناس كل ما بتبقى سوفيستيكيت بيبتدوا بقى يدوروا. وبعدين طبعا الموضوع بتاع الانترنت ده غير الدنيا. يعني كنت لسه في كتاب بقراه بيقول لك انه قبل كده كانت قرية مثلا في الصعيد، القرية ديت من 200 سنة كان فيها مثلا كلهم على بعض 50 راجل، منهم مثلا 15 واحد عجوز و 30 واحد عيال، فبيتبقى خمسة هما الشباب صح؟ الشاب منهم بيقارن نفسه بمين؟ بالأربعة التانيين صح؟ طيب دلوقتي الشاب في القرية ديت بيفتح يتفرج على رونالدينو عامل له كده يحس بالضآلة، يشوف معرفش مين ممثل شكله معرفش لابس ايه وبتاع. فبالتالي الناس دلوقتي الساتسفاكشن بتاعها قل رغم ان الفاسيلتيز بقت اعلى، يعني الرضا بقى قل لانه بقى شايف كومباريزون على طول مستمرة في الموضوع. بس ليه؟ فيعني هي دي. فبالتالي الناس دلوقتي بقت تحاسوك وتاخد بالها، يعني غير زمان اللي هو ناس يعني بيفوت وكلام من ده، يعني بيبتدي كومبير.
فكده يبقى احنا كده خلصنا لغاية 290 اللي هو الواجب بتاعنا بتاع النهاردة. المرة الجاية ان شاء الله المفروض هنخلص البيدياتريك اللي هو هيبقى من اول صفحة 305 اللي هو سيريبرال بوليسي الى الاخر اللي هو صفحة 330، يبقى من 305 ل 330 ماشي. هتقروهم في جزء هيتجري فيه بسرعة شديدة جدا اللي هو السندرومز ده، لان زي ما قلت لكم انا مش بقرا الكتاب، ان انا بقول لك الحاجات اللي الكتاب مش قايلها. فالسندرومز دي ببساطه مش هتلاقي كتاب كاتبها احسن من ده، لان هما دول اللي هو تحفظهم وانت داخل الامتحان، تسمعهم وانت براحتك تنساهم، لان هما ما لهمش اي قيمه. يعني هو يعني انا بالنسبه لي انا بضيعش وقت في الكلام ده خالص. يعني انا في عيادتي لما بيجي لي واحد عنده سندروم ببعته لبتاع الجينيتكس، بتاع الجينيتكس بيروح فاتح كتاب السندرومز ويروح بعت لي يقول لي العيان ده عنده كذا. طب ايه فايده الكلام اللي بيبعته لي؟ ان عايزه يجاوبني على حاجتين، اللونج تيرم بتاع الولد ده ايه، يعني هل الولد ده متوقع مثلا ان لما ادخله اوضه العمليات الاقي عنده هارت بروبلم، الولد ده لما هيتجوز هيخلف عيال عندهم نفس السندروم، هل ده اوتوزومال دوميننت ولا ريسيسيف؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هو ام وابوه لما يخلفوا عيال ثانيه هيبقى الموضوع ده تشانس بتاع انه يكرر قد ايه؟ هو ده السؤال اللي انا محتاجه. لكن انا كجراح عظام انا شغلتي اني بصلح الديفورمتي بس، عظمه قصيره بطولها، عظمه معوجه بعدلها بس، خلاص على كده. يعني كل الكلام الفاضي بقى اللي بيقعدوا يتفزلكوا فيه ده ما يهمنيش بحاجه. انا اللي يهمني الجزء بتاعي، لكن الحاجات الثانيه لازم اهتم بيها عشان تكمل الصوره، فمنها ما افتيش فيها. لكن طبعا في الامتحانات لازم انت يعني نتكلمها. فبالتالي يعني في حاجات طبعا هتكلم فيها كتير في السندرومز، زي مثلا اسوجيس امبرفكتا والحاجات دي، لان دي ريليتد لينا جدا. لكن في حاجات تانية اللي هو بيقول لك الاكوندروبليزيا جين رقم معرفش ايه هو اللي بايظ، احفظ رقم الجين، ومعرفش بيبقى عنده سباينال ستينوزيس وبرين عامل ازاي ورجل عامله ازاي، احفظه. يعني ده كلام مش ماشي يا شباب؟ اي سؤال؟ شكرا.